صعوبة كبيرة يواجهها المواطنون في العثور على الحليب سواء في الفضاءات التجارية أو المحلات الأخرى، وذلك في غياب شبه تام لهذه المادة، ليجد المواطن نفسه مكرهاً على شرائها بسبب البيع المشروط الذي يفرض عليه الحصول على علبة أو علبتين. لكن ما خفي على التونسيين كان أعظم، حيث أن الدولة أهملت قطاع تربية الماشية ودفعت الفلاحين قهراً إلى سكب الحليب في الطرقات، وأفلست عدداً هاماً من مربي الأبقار لنصل إلى هذه الوضعية الكارثية. عثمان الحلايبي من عمدون، الحليب يشوف فيه من برا ب 17%، وحليب من احنا أقل من دينار، وكثير ناس مش بيعها بقرة، براس العزوزة وصل الصوت، قسماً بالله العالفة وصل قريب توصل ل 100، 90، 88، فهمت؟ المعيشة شنحويل؟ كل شيء غالي، كل شيء غالي، كل شيء غالي. الحليب قلت لك يجيب فيهم 17% الحكومة اللي تحكم فينا نحن، وحليب نحن كي نفع الفلاح يعطوه في لتر حتى دينار حتى 11%، وما يجي ما ينفعوش البرة يجيبوه ب 17% الحليب، وحليب مبزعوا فيه. وصلت تحكم عليه بست سنين حبس على الحليب مبزعوا فيه. عندي تبزع فيه؟ مبزعوا فيه ما معهوش، ما يتباعش، وين طعمناه الحليب ما يتباعش، الولاد مبزعوا فيه. من الحكومة هذي؟ كي بزعت الحليب قداش حكموا عليك؟ ست سنين حبس في كاتب ما خلصتش، وعملت اذن وزير العدل باش يسامحني، فكر اختين تاع القبيضة ما سامحنيش فيه، وجبت له ما يثبت. مبزع في 5000 لتر كل يوم. عندي تبزع في 5000 لتر كل يوم. 5000 لتر كل يوم، هاي 5000 لتر. قداش عندك من بقر؟ نشري فيه الحليب عند الفلاح، نشري فيه عند الفلاح. تجمع في الحليب. نجمع في الحليب عند الفلاح، وما يقبلوهوش الحليب. ما كتغش تصب فيه في الماء. كيفاش؟ لا ما عندناش الغش، بيناتنا ربي زاد، ما عندناش الغش هذي. أما الدولة ما عملتش حسابنا. تجيب الحليب 17% وللفلاح ب 880 ولا 890 علاش؟ أنت كي تبزع 5000 لتر علاش ما تعطيش للزوج؟ بلست نعطي فيها وجبان الدكلي مش مخلصي في 12 مليون لتو ب 200 فرنك لتر. نشري فيه 760 وقتها قبل الزيادة وبيع 200 فرنك وما خلصش فيه لليوم ما عندوش. 200 فرنك؟ لتر نتاع الحليب. خير من بزعة. ايترا حليب فاسد ولا حليب باهي؟ حليب باهي، حليب فريشك. 200 فرنك. 200 فرنك لتر، نشري 760 عند الفلاح زوالي بالا في العام فلاح كوش. بشوي باش تكلم بشوي. ما في حال تغش. دقيقة باركة يا ودي هدي روحك. لشكون تبيع فيه ب 200 فرنك الحليب؟ لجماعة الجبن ب 100 فرنك وب 200 فرنك. حليب راجع، 600 راجعة. اي 600 راجعة هذاك ممكن يرجعوا المعمل هو فيه. مش راجع ما حشوش بالحليب. معبي قال لك معبي نعمل بارب ويخدم معبي يقول فاسد قسما بالله يرجعونا فيه حليب فريشك نقسم بالله العظيم يقول فاسد وتو الناس الاعصاب الكل الفلاح كثير مش بيع البقر قسما بالله نحن فيك بصدق انت تو في قداش رجعوا لك شيكات سون بروفيزيون قلت لك ملايين ملايين ما خلصتش عرفت قبلات ما خلصتهاش على خاطر الحليب ما بعتهوش برشا مشاكل شريت بالشيكات وحليب ما بعتهوش حكم عليه بالحبس قديش؟ سينفت 6 سنين سينفت البزرد سلفت 100 مليون ب 140 مليون مش من البنك من برا بالرشوة قسما بالله سلفت 100 مليون هاوري بيه انا سلفت بالحبس بعد 6 سنين بعد 6 سنين حبس سلفت 10 ملايين ب 13 مليون الشهر سلفت 100 ولا 10 بعدها وخلصت 140 جيت وحلت سلفت 10 قال لي ترجع لي 13 واللي يخدم معايا يسالني 10 قال لي تعطيني كل شهر مليون بلاش ولا نسكر الموضوع نسكره فهمت؟ سيدي سامحني بعثت شكايه مزير العدل سامحني في الختين تاع القباضه راه تورطت فيها ما سامحونيش وجبت لهم ما يثبت في تبزيع الحليب جبت لهم متعضدين نبيع فيها فاتوره نبيع مصاف الحليب ما سامحونيش القباضه عقد لي الكونت في البنك الكونت مشوا للبنك نتاعي باش ما تنفذش مخرجني في الروج البنكاجي مخرجني في الروج قسما بالله خرجني في الروج مرة 60 مرة 50 مرة يعرفني مخلص معاه 60 شنو؟ مليون في الروج تالي انا تكسرت وانا عديت الحبس وخلصت في نتاعها وتو قاعد في الروج معاه قسما بالله والدولة تجيب في لتر ب 17% وتعطيني فينا نحن في 890 ولا 900 ما فهمش 900 هدي روحك واش عملت في البقرات تو؟ شنو هو البقرات؟ البقرات نشري في الحليب تو حلايبي قاعد معاونتني البنك تو نخدم حلايب تو نخدم حلايب اما الامور على قد ديم الروج اي خليني نسالك تو واضح الحليب علاش تزيدوا فيه في الماء انتوا قسما بالله انا واحد من الناس اللي نزيده واللي نزيد الماء نرجع له فيه قسما بالله قلت لك اسيدي عملوا دورين للريف البر واخذوا الحليب عملوا دورين اما الدوله المعمل نتاع المحمدي مسكر بارب ونمدب ويقبل على كيف
مسكر في اللي ما تهضم ما يقبلوش الحليب، ما هو خاص اي مسكر هو الحليب، فهمت؟ اللي يغش في الحليب ما يبيعوش في بقاطع الولاد. توا في الوقت الحاضر توا توا يقبل في الحليب ولا توا يقبلوا ماشي، اما السوم مش باه. قداش الليتر تاع الحليب؟ ليتر ب 890 ما تخلصش. قداش تشرو فيها من الفلاح؟ ب 880 نشرو فيها. قداش تبيعها؟ نبيعها ب 820 ب 920 ما تخلصش قسما بالله. وليت شي فيه مغاد 17% ما نفع الفلاح باش يزيد بقره ونزيد بقره، علاش تنفع تنفع في ناس اخر؟ شنو المطلوب من الدوله تو؟ من الدوله السوم العلفه اكثر من سوم الحليب، سوم العلفه هاو الدينار نتاع تونس طايح، نهزوه نحنا تهز فيه الفلاح الدينار نتاع تونس، زيد العلفه زيد كذا العلفه فوق 90000 فهمت؟ العلفه الباهي فوق 90000 اكثر من سوم الحليب. عاونونا بها الكلمه زيدونا في سوم الحليب، راي كثير الناس مش بيعرف البقر. ها انت وانا نكلم فيك على 300 بشر. هي بتبيعات البقر يبيعوا فيها بعتها كلها تتهرب للجزائر. ما لقاش ما لقاش ارواحهم. ياك هي تهربت البقر للجزائر. اي ما لقوش ارواحهم الفلاحه، ما لقوش ارواح. ما لقوش. عاونونا. ولا كياسات تمشي لها غادي، كل خربقه كياس، كل خربقه. قلت لهم ما عادش نخلص التاكس مالها، اعذرنا في التاكس والمصروف، خلينا نشوف روح في الركاك. قسما بالله كل خربقه، تميل لنا تحل لنا، تميل لنا تحل لنا، قسما بالله. انت فين بلاصه؟ شنو هي البلاصه؟ شنو تعم دون؟ شنو مجالس؟ شنو تعم دون؟ شير تعمدوا كياس كل خارب تهرب منه تحل منه. قلت لهم ولدي ما عادش نخلص التاكس نخلص فيه، شد يعمل لي محضر فهمتني، تجي رجلي على من راسي قسما بالله كل خارب كياس راو 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 ليها عركه قد واحد احرق روح قدام الولايه قسما بالله. الظلم ظلم فوق الطاق، قول لهم زيدوا نقصوا في العلف طايحوا العلف، شنو هالدينار طايح وزيدوا في العلف، الدينار طايح وزيدوا في العلف، الدينار طايح وزيدوا في العلف، ايش معناه؟ ايش معناه؟ هل الحليب اش معناها لتر بكذا وتجيب 17%؟ هاتوا 12% للفلاح رسول الله عليه وما تجيبهاش من بر وتو الحليب كثر. وعلاش يوم طعمناه ريت الحليب يوم طعمناه الكب نقسم بالله يكفي ثلاث سنين يكفي الحليب، ثلاث سنين يكفي الكب الحليب تكفي ثلاث سنين تكب حرام هكاك عليه الفلاح مش صارف